أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل.com. نتابع وإياكم العناوين قبل الدخول في التفاصيل. في البداية سنتوقف عند أخبار حوادث السير في النجف والمثنى وأربيل والتي أودت بوفاة وإصابة عدد من المواطنين، ثم نذهب وإياكم إلى الواقع الطبي الذي وصفه نشطاء بالمتردي وغير الخاضع للمساءلة أو المراقبة، ثم إلى البصرة وهناك نشطاء ذكروا أن البلدية هناك تحارب الفقراء بقوت يومهم بعدما قامت بتهديم بسطيات مواطنين. أما الختام فسيكون عن استمرار مسلسل حرائق حقول الحنطة في عموم المحافظات في العراق. أهلا بكم من جديد. أكدت مصادر صحفية في النجف أكدت مصرع 7 أشخاص نتيجة اصطدام 5 سيارات مدنية بعضها ببعض على الطريق المؤدي إلى مطار النجف، فضلا عن احتراق سيارتين بالحادث وتضرر 5 سيارات أخرى. هذا كان في النجف. الآن إلى محافظة المثنى وهناك لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب 4 آخرون بحادث مروري وقع بين مركبتين على الطريق الرابط بين قضاء الرميثة ومركز محافظة المثنى، وهم من عائلة الدكتورة زهرة العمري مع زوجته الدكتورة دلال وأطفاله، كما تداول النشطاء العراقيون أسماءهم بالتحديد. نتابع ومن ثم لنا عودة. أما الآن نشاهد وإياكم صوراً ستكون مصحوبة مع قراءة ما يتوفر لدينا من معلومات بشأنها. الآن نستعرض وإياكم صور نستدل من خلالها على مقتل سائق سيارة. طبعاً سائق السيارة قتل بإطلاق رصاص عليه وبسبب مشادة كلامية عقبت حادث تصادم سيارته بأخرى في تقاطع فلكة باز بشارع 100 متر على طريق الموصل في أربيل، ما أدى إلى إطلاق سائق آخر عليه 5 رصاصات وفارق الحياة إثر ذلك بمكان الحادث. هذا الموضوع مشاهدينا وجد صدى واسعا واستياء كبيرا بالمناسبة من نشطاء عراقيين كتبوا عن هذا الموضوع بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي. الآن نذهب وإياكم إلى موضوع آخر وهو عن ترهل الواقع الطبي وسوء الخدمات الطبية
الموجودة في كثير من المستشفيات. البداية ستكون من مستشفى الكاظمية، حيث وثقت مواطنة آلية تبريد أكياس البلازما التي احتاجتها أختها من أجل عملية ولادة. هذه الحالة وثقتها وقالت إن تجميد أكياس الدم كانت تتم بوضعها في مغسلة داخل حمام مليء بالقاذورات للأسف، ودون أي اكتراث لحياة الأم أو جنينها. دعونا نتابع. فعلا إنه مكان يراعي كثير من الاحتياطات الطبية من أجل الحفاظ على حياة المواطنين. يقول نشطاء إلى طفل من ميسان أصيب هو الآخر بمسمار أثناء العمل، وبعد نقله إلى مستشفى الصدر في البصرة كان بحاجة إلى إبرة كزاز، ونتيجة عدم توفرها في المحافظة تسمم جسمه بالكامل، والآن للأسف كما يقول نشطاء توقفت كليتاه والرئة عن العمل، وهو الآن يصارع الموت. وهذا دليل آخر بحسب نشطاء عراقيين كتبوا في فيسبوك، قالوا إن هذا دليل آخر على الإهمال الطبي وعدم توفر العلاج اللازم لمثل هذه الحالات الطارئة. إلى معاناة أخرى تشهدها المستشفيات في عموم العراق. المادة التي وثقها نشطاء ونتابعها الآن ستظهر أمامكم كيف انقطعت الكهرباء عن مستشفى الديوانية. نشطاء تساءلوا ما ذنب المرضى الذين يرقدون بالمستشفى في وقت لا تتوفر فيها كهرباء. نتابع. السلام عليكم، شلونكم عيني؟ هاي صار فوق النص ساعة طافية الكهرباء بمستشفى الديوانية، هاي المرضى ضالة، يعني شنو ذنب هالناس وشنو ذنب المرضى؟ يعني كانوا مرضى عايشين على الكهرباء على الأجهزة، يعني شنو ذنبهم صار فوق النص ساعة؟ إلك الله يا عراق، يعني الله يرضى محمد يرضى، هاي صار فوق الساعة الكهرباء طافية بمستشفى الديوانية والمرضى ضالة، يعني كانوا مرضى تحتاج كهرباء عايشة على الأجهزة صار فوق الساعة طافية الكهرباء، الله يرضى يا محمد، شنو هالمشكلة هاي؟ هاي دول يردوا لحاكم جعفري، هذا الحاكم الجعفري، شوفوا هاي المستشفى الديوانية صار فوق الساعة ما بيها كهرباء. شاهدتم معنا أعزائي كيف أن المستشفى عاش حالة ظلام تامة. حدث أيضا انقطاع للكهرباء، لكن هذه المرة في مستشفى أبو غريب العام، والناس تتجول بالاعتماد على ضوء الموبايل. وجهاز التخطيط في المستشفى أيضا هو الآخر كان عاطلا بحسب ممرضات في المستشفى. ساعة ساعة كهرباء ماخذ. من المعاناة الصحية ننتقل وإياكم إلى المعاناة المجتمعية والمعيشية في البصرة على وجه الخصوص البلدية، وكما يقول نشطاء عراقيون البلدية هناك تحارب الفقراء بقوت يومهم. هذا كلام مرتدي مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قامت البلدية بتهديم بسطيات وأكشاك يسترزق منها عدد من المواطنين الذين يعولون عوائل فقيرة في المحافظة.
جهه السالفه اجونا مباشره العقوفه اللي جو بساطيكم عمل يا رواتب صاحبين عوائل وين طجونا وين نروح الخاطر الله وين نولي روح نبوق روح نسلم احجوا احجوا يا امه الاسلام وين الدين وين المراجع عاجونا عم نسوي لنا باب رزق حال نريد نعيش نريد نعيش ما نريد شيء من عندكم بوقوا سلموا نفوا بس نريد نعيش سايبين الله ومحمد وعلى عليكم يا سيد علي السيستاني نريد مناشده منك من الله ومنكم سووا لنا جاره صاحبي الاسلام صاحبي العوائل صاحبي الغرباء ناس معوقه باعوا حجيه رجل نايلون مقطوعه عراقيه رجلها مقطوعه وعشر نفرات برقبتها وبسطيه باوعوا تشينكو تشينكو تشينكوات ولاحقينهم بالصحراء بالصحراء باوعوا بصحراء بصحراء مبسطين بصحراء المولدات عايشين قاعدين نعيش عشرة عندي عشرة لا واحد باب والله العظيم سبع بنات الحجيه سبع بنات عشرة سبع بنات وتتولد وهي معيشتهم هاي الحجيه ورجلها مقطوعه رجلها مقطوعه باوعولها يا عراقيين يا شرع يا دين وين نطلع العوائل الايتام وين تروح لا وظيفه بالدوله لا راتب والله العظيم صاحب العائله وعلى الموالد صيطي عاش اي والله العظيم ليش؟ يعني احنا عندنا مريض عندنا صرع لا راتب لا شيء بالمناسبه ترى ابنها هسه طاح بصرع ودونا المستشفى هاي ام البسطيه باوعوا خلنا اوريك بسطياتهم باوعوا باوعوا هاي هي حتى شهداء وهذا من المستشفى مصوب هذا شهادات فجر التفجير انا عندي ايتام بالقران دول اخواني ايتام وهذول ايتام هاي ايتام وهاي شهداء وهاي رجلها مقطوعه وعندها عشره نذهب بكم الان الى العامريه في بغداد وهناك رجل مسن يسترزق من عربه صغيره جرى تهديمها من قبل امانه بغداد ناشطون تساءلوا لماذا يترك الحيتان أو تترك الحيتان الكبيرة ومن استحوذوا على الأراضي والأملاك ويلاحق الفقراء في قوت يومهم. ها حجي شلونك؟ إعلامي أنا حجي الله يخليك. والله على باب الله شو تسوي؟ ورزق على هاي العربات ما شاء الله. والله يعني رزق على هاي العربات يصير شو تسوي يعني هاي بدال ما يدعمونا ما يحتوونا ما عنده غير رب العالمين هو المعين ومريض بكلية وحده رزق على هاي العربات يصير هاي هذا عمل انساني هذا هاي امينة العاصمة غير خل تسمع صوتنا امينة العاصمة خل تجي على الناس المتمكنة مو تجي على الناس الفقراء اللي عيشت على عربانة مال شامية تاخذ من تعب اولاده من رزق اولادك تعال الله يعوضك حجينا الله يعوضك الان الى قضيه اخرى حيث يستمر مسلسل حرائق حقول الحنطه في عموم المحافظات العراقيه نذهب الان الى ناحيه بعشيقة بسهل نينوى والتي التهمت النيران فيها مزارع قريه الدراويش هناك هب المواطنون في محاوله ذاتيه منهم من اجل اطفاء الحرائق ولكن دون جدوى بسبب حجمها الكبير واتساعها المستمر الأمر الذي أدى إلى وفاة أحد الشباب ويدعى علي موسى محمد مات حرقا يا رب استرك يلاوا فوقك يا ولد شوف من هذاك يا رب ستر لا حول ولا قوة إلا بالله طبعا الناس ما حد ما بقدر
يخمد الحريق مع الأسف. يلا حمود، يلا حمود، حمود أورما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حرائق الحنطة مستمرة ولم تتوقف. هذه الحرائق امتدت إلى محافظة ديالى وتحديدا قضاء خانقين. مواطن وثق احتراق المزارع والتهام ألسنة اللهب للمزروعات فيها. نشاهد معا. المقطع الأخير الذي اخترناه لكم من الفيديوهات التي تداولها نشطاء عراقيون عبر موقع فيسبوك وتويتر وغيرهما من مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالحرائق سنشاهده الآن. مقطع مصور للحرائق تلتهم حقول الحنطة تحديدا في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى. نشاهد وإياكم قبل أن ننتقل إلى فقرة آراؤكم. وصلنا الآن فقرة آراؤكم وهي أيضا تتعلق بحرائق الحنطة. وفيما يخص هذا الموضوع، رئيس الحكومة الحالي عادل عبد المهدي يدعو إلى ما وصفه عدم تضخيم وتهويل القضية. نشاهد ثم ننتقل وإياكم إلى التعليقات التي رصدناها لكم من موقع فيسبوك. في الأعوام الماضية الآن في مجلس الوزراء أنا وجهت السؤال إلى السيد وزير التجارة، هل إن الحرائق هذا العام أكثر أم أقل من العام الماضي؟ قال أقل من العام الماضي. الجو حار، المزارع كبيرة أصبحت، نحن تم زرع أكثر من ضعف المساحات التي زرعت في العام الماضي. حدث حوالي 262 حريق، مجموع ما حرق يقدر ب 40,000 دونم، أحياناً أعشاب أحياناً حبوب حقيقية، ليس كلها حبوب حقيقية. هناك 74 من الكهرباء نفسها، من شرارات تأتي من الكهرباء. فقط 35 حادث متعمد حسب الدفاع المدني. 25 شرارة من الحاصدة مثلا، 22 أعقاب سجائر، 32 نار خارجية. زين، وأنقذ أضعاف هذا أنقذ 992 ألف دونم. يعني كان لو ما كان عندنا دفاعات مدنية كان استمرت النار، العشب يابس، كان ممكن أن تمتد النيران وتأخذ. أما المساحة المزروعة، المساحة فهي تتجاوز 12 مليون دونم،
فلاحظوا أن النسبة جدا محدودة والكمية جدا محدودة، ومع ذلك هذه خسائر يجب اعتراف بها خسائر، لكن تحصل في كل مكان في العالم وتحصل هنا في العراق، ونحن نتابع الموضوع ويجب عدم تضخيم مثل هذه المسائل. على هذا المقطع المصور كان هناك العديد من ردود الأفعال للشباب العراقي الذين كتبوا منشورات على صفحاتهم في موقع فيسبوك. نقرأ عليكم الآن 6 من هذه الردود، ردود الأفعال، وذلك بشكل متتابع. زين العابدين علي يكتب: عمو هاي وين هالكهرباء حتى يصير حرق بسبب الكهرباء؟ والمناطق الزراعية وين بها كهرباء أصلا؟ هي السكنية ما بها النوب الزراعي. إلى منشور آخر وفيه يكتب حيدر المالكي: إخوان لا تكبرون الموضوع، وبس 262 حريق فقط 40,000 دونم، شنو يعني فد مشكلة؟ من بعد حيدر نذهب إلى منشور آخر الآن وإياكم، كتبه محمد يقول فيه: ما يريد يقول الأرجنتين الشقيقة حركتها، ابتسامة سخرية من محمد. منال تكتب: شنو يعني 262 حريق ما دام اقل من السنه اللي فاتت؟ عادي، والسنه الجايه هم تصير حرائق مفتعله، وثروتنا الزراعيه انتهت، والعمال والمزارعين كعدوا، ما بقى شغل، بس ما دام اقل من السنه اللي قبلها فعادي الموضوع. الان الى منشور اخر بعد منال، نقرا ما كتبه افيديس يقول: أمنا بالله الزرع تحترق من درجات الحرارة العالية، زين بساتين الحويجة شلون احترقت؟ أشجار النخيل شلون تحترق؟ هم من الحرارة؟ بعد شهر تموز ما جاي يا أبو العدس. وهنا شيء من السخرية. إلى من يسمي نفسه قم علي رابع يقول: يعني السنة الجاية إذا صارت 261 حريق نعتبر تحسن، على أساسها سنة 262 حريق صار. أيضا هذا المنشور من قبيل السخرية. وهكذا نكون قد وصلنا إلى ختام فقرة فيسبوك. بعد قليل نذهب وإياكم إلى الهاشتاج الذي اخترناه لكم من موقع تويتر. الوسم الإلكتروني أو الهاشتاج الذي نشط خلال الساعات القليلة الماضية أعزائنا المشاهدين على تويتر هو هاشتاج انفجار ناقلتي نفط ببحر عمان. نقرأ عليكم 4 من التغريدات التي انتشرت على هذا الموقع. عبدالله البندر يكتب: هجوم على سفينتي شحن أجنبيتين في خليج عمان، واحدة محملة بالنفط من الإمارات بالاتجاه إلى تايوان، وثانية محملة بالنفط من السعودية متوجهة إلى سنغافورة. تصعيد إيراني متدرج لن يقف إلا بضربة عالمية لإيقاف العبث الإيراني الخطير في المنطقة. بعد عبد الله البندر نقرأ تغريدة ثانية كتبها جمال الحربي يقول فيها: استهداف 4 سفن قبالة سواحل الإمارات، استهداف محطات ضخ الوقود السعودية، استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، استهداف مطار أبها، حوادث مختلفة لكن الأسلوب والمنفذ واحد، فماذا ينتظر العالم بعد حتى يقول كفى لعبث إيران وأذرعها الإرهابية في المنطقة؟ بعد جمال الحربي نذهب إلى تغريدة ثالثة كتبها سلمان الدوسري وفيها يقول: إيران مستمرة في عملياتها الاستفزازية، إيران تواصل استهداف الملاحة البحرية، إيران تتفنن في البقاء في منطقة ضبابية ما بين الحرب واللا حرب. إذا لم يكن كل هذا إشعال لفتيل الحرب فما هو؟ متسائلا سلمان الدوسري. والختام مع عماد الدين الجبوري ويقول في تغريدته: عماد، عندما تسلك الدول سلوك العصابات الخارجة على القانون تفجر السفن وتهدد ملاحات البحرية، الصورة واضحة لمن يرى إيران تمد أذرعها شريرة للتخريب والإرهاب كأي عصابة خارجة على القانون، وكل من يكتفي بالتفرج سيناله نصيب المطلوب جبهة عربية توحد المخلصين وتنبذ المنافقين. مشاهدينا، كانت هذه أبرز التغريدات. بعد قليل ننتقل وإياكم إلى الفقرة الختامية وهي فقرة الفيديوهات المنوعة، ابقوا معنا. البداية مع شاب من قطاع غزة المحاصر وكيف يدخل البهجة على قلوب الأطفال هناك. مهرج بعنين كثير
الشغلات، بس أهمها إنه هو الحياة، هو الروح، هو الأمل. طلعت على إيطاليا، تعلمت ودربت وعملت عروض في إيطاليا. ب 2016 طلعت على الضفة الغربية، أعطيت تدريب لمجموعة من الشباب والصبايا في بيت لحم، وتدربت هناك وعملت عروض في مستشفيات في بيت لحم. لمستوى كثير عالي ومستوى محترف في الكلاون دكتور، لنوصل رسالتنا لكل العالم، رسالة حب وسلام من غزة لكل العالم. كم هو جميل إدخال الفرحة والبهجة على قلوبنا انهكها الوجع، لا سيما وإن كان هؤلاء في فلسطين التي أمامها مشوار طويل من أجل استرداد الحق. هذا ما ينبغي القيام به مع جيل ينبغي عليه أن يظل محافظاً على هويته حتى يسترد أرضه. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل.com. نلتقي لاحقاً في أمان الله. إلى اللقاء.